أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم، أجدد بكم اللقاء مرة أخرى لتتمة التدرب على مهارة كتابة إنشاء أدبي حول موضوع في تكسير البنية. وكنا بصدد تصحيح الامتحان الوطني لسنة 2011. إذن توقفنا طبعا عند مرحلة الحقول الدلالية، وقلنا بأن قصيدة في جبال الشمال لنازك الملائكة هي قصيدة تندرج ضمن مدرسة تكسير البنية، انطلاقا من شكلها الهندسي القائم على وحدة السطر الشعري ونظام المقاطع، وانطلاقا من موضوعها الذي يجدد طبعا في الحديث عن الغربة إثر مظاهر الاحتكاك بالثقافة الأخرى. فالكثير من الشعراء هاجروا إلى الضفة الأخرى من أجل تكوين رؤية علمية أو أدبية. ثم قلنا بأن يبدو ذلك أيضا من خلال توظيف معجم بسيط ولكنه يعتمد على الإيحاء والتكثيف، وتوقفنا في مرحلة الصور الشعرية. إذن كما ترون بأن المطلوب منا في هذا الامتحان، بعد أن أثرنا النص في سياقه الثقافي، وبعد أن قمنا بتكثيف المعاني وتحديد الحقول الدلالية، سوف ننتقل بعد ذلك إلى رصد الخصائص الفنية في النص. ودائما انتبهوا إلى تتمة السؤال بالتركيز على ماذا. إذن هناك مجموعة من، حينما نقول رصد الخصائص الفنية، فهناك مجموعة من الخصائص كالصور، البنية الإيقاعية، الأساليب، الجمل، الضمائر. إذن كل هذا ممكن أن ندرجه، ولكنه في كثير من الأحيان يطلب منك بالتركيز على ماذا. يعني ضروري أن نذكر البنية الإيقاعية والصور الشعرية وتحديد وظيفتها. إذن هذا السؤال، تنقيط هذا السؤال ثلاث نقاط. سوف نبتدئ درسنا باستخراج الصور الشعرية الموظفة والتركيز على وظيفة الصور الشعرية في المدرسة، مدرسة تكسير البنية. إذن حينما نرجع إلى المستوى الفني التخيلي، نجد بأن الشاعرة عمدت إلى توظيف مجموعة من الأساليب البلاغية، ولكن الذي يلفت انتباهنا هو اعتمادها على صورة مركبة، أي أن الصورة الشعرية هي مركبة من مجموعة من الصور الجزئية ابتداء من النص إلى نهايته. فهو يتحدث عن صورة كبرى وهي صورة الغربة، واستدعت لذلك مجموعة من الصور الشعرية التي ساعدتها على تبين هذا المضمون. إذن قلنا بأنها عمدت إلى توظيف صورة جمالية مركبة ترخي بظلالها المتشابكة على مجمل مساحة النص، لتعبر عن معاناتها واغترابها وعن تعلقها بأمل العودة إلى الوطن. فاستثمرت المكونات البلاغية. أولا يجب أن نشير إلى أن كثير من الشعراء الحداثيون يستثمرون المؤشرات البلاغية أو الأساليب البلاغية القديمة، مثل مثلا كالتشبيه في السطر الشعري السابع: وعواء الذئاب وراء الجبال كصراخ الأسى في قلوب البشر. إذن حيث شبهت قوة وشدة عواء الذئاب بالحزن الكبير الذي ينفجر من داخل قلب الإنسان. إذن وظفت أيضا الاستعارة كمثال في البيت الخامس حينما قالت: عد بنا فالرياح تنوء وراء الظلال. إذن حيث استعارت للرياح فعل النواء وحذفت المشبه به وتركت قرينة دالة على ذلك على سبيل الاستعارة المكنية. وأيضا في قولها: كل فجر تقضى هنا بالأسى والأنين. إذن هذه الصور البلاغية وغيرها كثير، الصور التقليدية، ساهمت في رسم الصورة الشعرية الكبرى التي تخيم داخل أسطر القصيدة، وهي صورة الغربة الموحشة. إذن يمكن أن نقول بأن الفرق، سوف نتساءل هنا عن الفرق بين توظيف الصورة في القصيدة الشعرية الحديثة وفي القصيدة القديمة، على أساس أنهما اشتركان في توظيف الاستعارة والتشبيه. ولكن يجب أن نركز هنا على أن الوظيفة تختلف، وأيضا طريقة توظيف الصور تختلف. لماذا؟ لأن
بالنسبة للقصيدة أو بالنسبة للشاعرة، فالصورة الشعرية الكبرى التي تخيم داخل القصيدة هي صورة الغربة الموحشة التي اشتدت وطأتها في بلاد الشمال، حيث أصبحت للرياح صوت قوي يشبه النواح، وانقضى الفجر بعد أن أعياه الانتظار. إذا ما نلاحظ بأن كل مجمل النص في كل النص برمته نجد هذه الصورة ممتدة من بداية النص إلى نهايته، تتكاتف من أجل التعبير عن موضوع واحد هو الغربة والحنين. هكذا يمكن القول أن البلاغة لم توظفها الشاعرة من أجل طابعها الجمالي التزييني فقط، لأنه مطلوب تبيين الوظيفة التي تقوم بها الصورة الشعرية في الشعر الحديث، ولكنها أدت أكثر من ذلك وظيفة تعبيرية وإيحائية، ولم تكن فقط وظيفة تزيينية جمالية. إذن الشاعرة لأنها تنتمي إلى مدرسة الحديثة، فهي لم تكتفي فقط بالصور البلاغية القديمة القائمة على علاقة المشابهة، بل تعدتها إلى تصوير غني بالإيحاء والتكثيف من خلال الميل أولا للاقتصاد اللغوي، جمل قصيرة وموحية، عبر توظيف أيضا جملة من الرموز، إذا تنزاح عن الدلالة الحرفية، إذا مجموعة من الكلمات التي وظفتها في غير دلالتها الحرفية المعتادة، لتوليد علاقات أخرى، علاقات دلالية وتركيبية جديدة بين الكلمات، وهو الأمر الذي يتبين من خلال مجموعة من الألفاظ ترتبط دلالتها الحرفية بحقل الطبيعة، لكنها في الحقيقة لا تعكس المعنى الحرفي المراد، ولكنها تحتاج من القارئ جهدا لكي يؤولها حسب سياق النص الذي تستدعيه الشاعرة. فحينما مثلا تقول الضباب، كلمة ضباب، فهي لا تقصد الضباب العادي، وإنما يصبح رمزا لعدم وضوح الأفق الذي تنشده الشاعرة، وهي تبحث أيضا عن فجر. إذن فالفجر هنا ليس مجرد وقت، وإنما هو رمز للأمل، رمز لولادة جديدة، فجر تبحث فيه من خلاله عن الخلاص وتتوق إليه هذا الفجر، إلا أن هذا الفجر منكسر في الضباب الذي يلف الشاعر في الغربة، وكأن هذا الضباب يمنع وصول هذا الفجر الذي تتوقه الشاعرة، حيث تتحول المشاعر الدافئة إلى علاقات باردة في بلاد الشمال، وهي ربما تقصد أيضا بالضباب استدعاء المدينة التي تغترب فيها، وهي لندن التي يطلق عليها أيضا مدينة الضباب. إذن يمكن الإشارة أيضا إلى رمز الشمال والجنوب كرموز خرجت عن معناها الحرفي، تجاوز البعد الجغرافي إلى أبعاد اجتماعية وحضارية، حيث يرمز الشمال إلى الغربة والتباعد، يرمز إلى الغنى، يرمز إلى المكان الذي يقصده الإنسان من أجل تحسين ظروف عيشه ومن أجل تحسين مستواه العلمي، ولكنه في نفس الوقت يشكل وطأة على الشاعرة، لأنه مكان للتباعد واضمحلال العلاقات الإنسانية في لندن العائمة بالضباب وقساوة الطبيعة. وهنا يعني هذه البرودة تتعدى مجرد برودة الطقس إلى برودة العلاقات الإنسانية، في حين يرمز الجنوب، إذا تستدعي الجنوب في ذاكرتها مباشرة، فهو يدل على الوطن، وممكن أن تكون تقصد به وطنها العراق، حيث دفء الحضارة المشرقية والعلاقات الطيبة التي ينسجها الناس هناك دائما حسب رأي الشاعرة. يمكن الإشارة أيضا إلى توظيف رمز متجدر في الثقافة العربية وهو النخلة. إذا حينما قالت في جملة هنا في سطر شعري في انتظار طويل
عد بنا، عد إلى الأدرع الحانية في ظلال النخيل حيث أيامنا الماضية في انتظار طويل. إذن فهنا استدعت الجنوب ووصفته أنه مكان فيه النخل، مكان مضلل بالنخل. وهنا لا تقصد فقط النخلة كفاكهة من شجرة معينة كما قلنا، وإنما النخلة بالنسبة لعموم سكان الجزيرة العربية أكثر من مجرد شجرة فاكهة، بل تعد رمزا للنخوة العربية، نحو للشموخ، للأصالة، للعطاء المتجدد، للعروبة أيضا. إذن تتبين ملامح التجديد أيضا في القصيدة من خلال ماذا؟ من خلال بلاغة الانزياح. وماذا نقصد بالانزياح؟ أي الانزياح العبارات والكلمات والألفاظ عن معناها المعروف في اللغة. معنى الانزياح هو الخروج والتباعد، أي الخروج عن المعنى الأصلي لإفادة معاني جديدة عبر سياقات غير متوقعة، شيء الذي يخرق أفق توقع القارئ ويثير فيه الدهشة. إذن قامت هذا الانزياح هنا بالنسبة للنص قام على قضية أو خاصية التشخيص، أي أننا نعطي للطبيعة أو للجماد صفات مشخصنة غير خاصة به ولكن خاصة بالإنسان، مما منحها بعدا استعاريا ينزح عن المألوف. مثلا حينما تقول الشمال الحزين، ونعلم بأن الحزن هو مرتبط بالإنسان. إذن حينما كنا ننتظر أن نتوقع، حينما قالت لفظة الشمال ربما لم نكن ننتظر أن يأتي المسند إليه بهذه الصفة، بصفة للإنسان. إذن هكذا فهي خرقت أفق توقع القارئ. أيضا كل كف فؤاد، عد بنا يا قطار، إلى آخره من الألفاظ التي تدخل في هذا الجانب. إذن بعد ذلك سوف ننتقل إلى مرحلة أخرى أو سؤال موالي. إذن السؤال الموالي طبعا هنا هو الإيقاع، والإيقاع الخارجي مطلوب، عفوا التنقيط على هذه المرحلة بالصورة الشعرية والإيقاع 3 نقاط. إذن طبعا حينما نستخرج الإيقاع فيجب أن نتوقف على الإيقاع بنوعين، الخارجي والداخلي. إذن بالانتقال إلى الجانب الإيقاعي للنص، نلاحظ أول ما نلاحظه هو غياب الشكل الهندسي للمبني على نظام الشطرين المتناظرين وتعويضهما بالسطر والمقطع الشعري، حيث وزعت القصيدة إلى 3 مقاطع تتحدد بصريا من خلال مجموعة من الأسطر التي تفصل بينها إما نجيمات أو تفصل بينها نقط حذف. إذن كما أن الشاعرة خلخلت البنية الإيقاعية التقليدية وعوضت وحدة البحر الخليل بنظام التفعيلة المتكررة. وتفعيلة المتكررة الذي إذا رجعنا إلى هذا النص، إن التفعيلة المتكررة هي تفعيلة فاعل، وقد استعملتها تارة تامة وتارة ألحقتها بمجموعة من التغييرات. إذن هذه التفعيلة تطول وتقصر تبعا للدفقة الشعورية، الشيء الذي يخرق الوقفة العروضية والدلالية على مستوى السطر الشعري. إذن ممكن أن يكون هنا مثلا، أعطي مثال. إذن حيث أيامنا الماضية، هذا سطر شعري، حيث أيامنا الماضية سطر غير مكتمل، أين سوف يكتمل؟ سوف يكتمل حيث أيامنا الماضية في انتظار طويل. إذن الوقفة الدلالية غير تامة. أيضا حينما قالت وقفت في انتظار تتحرى رجوع القطار، إذن تلاحظون بأن الشاعرة تعتمد مجموعة من يعني الأسطر الشعرية الغير المكتملة الدلالة، وتتوقف نهاية هذه الوقفة الدلالية على السطر الموالي. وهذا الأمر أيضا يمكن تطبيقه على الوقفة العروضية، وهذا ما يجعلنا نؤكد بأن القصيدة هي قصيدة تابعة
تنزح نحو الوحدة العضوية عوض استقلالية كل بيت على حدة كما كان معروفا في القصيدة القديمة. إذا هذا ما يدفع الشاعر إلى توظيف خاصية التدوير، وهذه الخاصية هي التي شرحناها الآن، حيث يظل تمام وزن الشطر الشعري ومعناها أيضا متوقفا على الأسطر الموالية، بما أن القصيدة قلنا تراهن على الوحدة الموضوعية. إذا إلى جانب مظهر آخر من مظاهر تكسير البنية الإيقاعية، تعدد الأرواء جمع روي. إذا فأحيانا نجده بأنه اللام، ثم مرة أخرى النون، حنين، قلوب، الباء. الروي هو الحرف المتحرك الذي تبنى عليه القصيدة وتنسب إليه، ونلاحظ بأنه روي يعني ساكن، في لأن القافية التي اعتمدت هي قافية مقيدة بالسكون. إذا أيضا القوافي نوعت في طريقة توظيف القافية، فبعض الأمثلة من القوافي ترجعون إلى النص من أجل تحديد هذه القافية والتأكد منها، وكيف نحدد القافية من آخر ساكن في البيت إلى أول ساكن مع المتحرك الذي يلي هذا الساكن، وبالتالي يعني تعطينا كلمة أو ربع كلمة أو أكثر من كلمة، مثلا طار، قيل، ويل، صار، لال، بال، بالبشر، فجر، أثر. إذا تلاحظون بأن القافية هي متنوعة، وبالتالي فهي مرة جاءت مترادفة أي بساكنين توالي ساكنين في الآخر، أو متضاركة أي بحركة بين الساكنين، أو متراكبة بحركتين بين بحركتين بين الساكنين، وهي قافية مقيدة الآخر أي جاءت بحرف الروي سكون. إذا هذا بما يخص الجانب الإيقاعي. طبعا الجانب الإيقاعي يعززه الإيقاع الداخلي خصوصا في قصيدة التفعيلة، لأنها تراهن على التوازي وتراهن على التكرار الذي يضمن موسيقى الداخلية والانسجام الداخلي للنص. إذا إلى جانب الإيقاع الخارجي، ساهم الإيقاع الداخلي في تأكيدي. إذا لابد أن تعلمون بأن بالنسبة للإيقاع الداخلي له يعني وظيفتين. الوظيفة الأولى هي تأكيد المعاني وتقريرها في ذهن المتلقي، والوظيفة الثانية هي التي تحدثنا عنها، ضمان تلك الموسيقى والانسجام الداخلي للنص، بما أن الشاعرة فهي تكسر الوزن الخليلي، فهي تراهن وتعوضه بأشياء أخرى. إذا قلنا يساهم في تأكيد معاني القصيدة وتنويع نغمتها الموسيقية، وهو إيقاع يقوم كما رأينا ذلك في دروس الدرس اللغوي، يقوم على ظاهرتي التكرار والتوازي. فأما التكرار فيمكن تتبعه من خلال مجموعة من إما تكرار الأصوات والمدود التي ساعدت الشاعرة على إطلاق صرختها، لأن في المد هناك امتداد للصوت، صرختها داخل ديار الغربة، ممكن هنا أن نشير إلى اللام والراء والعين. تكرار أيضا بعض الألفاظ والعبارات، وهذه الألفاظ والعبارات لم تتكرر اعتباطا، وإنما من أجل تأكيد وترسيخ المعنى الذي تدور حوله القصيدة. هذه الألفاظ والعبارات تؤكد معاناة الشاعرة في بلاد الشمال ورغبتها في الانعتاق والعودة إلى بلاد الجنوب، لذلك تكررت عبارات من قبيل عد بنا يا قطار جبال. أما التوازي فيمكن رصده من خلال حضور التوازي التركيبي غير التام في السطرين الثالث والرابع، حينما قالت الطريق طويل الليالي قصار. تلاحظون بأن نفس الوظيفة التركيبية للجملتين أو للسطرين المتوازيين، وأيضا الموازنات الصوتية بين مجموعة من الألفاظ التي تحافظ على نفس الوزن من قبيل وراء الظلال، وراء الجبال، بشر، منحدر، أثر، أيضا ثقيل وطويل. إذا هذه المظاهر مجتمعة ساهمت في توليد إيقاع ينسجم مع التجربة الحزينة
للشاعرة ويتناغم مع أحاسيسها المنكسرة الطامحة إلى الانعتاق من شبح الغربة. إذن مثلما طورت القصيدة والشاعرة لغتها وصورها وإيقاعها، إذن أيضا طورت أساليبها. إذن حيث نجد بأن القصيدة نحت نحو الأسلوب المحكي، إذن القصيدة الحديثة تعتمد في كثير من الأحيان على الأسلوب المحكي أي على الحكي الذي يساهم في إضاءة التجربة التي تعيشها الشاعرة في بلاد الغربة. فمزجت بين أسلوب السرد والجمل الشعرية القصيرة، مثلا حين قالت تركت قدماه على كل فجر أثر، فهناك وراء الجبال الوجوه الرقاق التي حجبتها الليالي. إذن هكذا يمكن القول بأن الشاعرة راوحت بين الجملة الخبرية، والجملة الخبرية وظيفتها كما تعلمون هي الإخبار التي تهدف إلى نقل صور، هنا بالضبط في القصيدة تهدف إلى نقل صورة المعاناة في الغربة، وما بين الجملة الإنشائية، والجملة الإنشائية وظيفتها تتمركز في كون الشاعرة تستعملها من أجل التعبير عن الأحاسيس الداخلية والانفعالات. وقد حضر الأسلوب الإنشائي هنا من خلال بشكل ملفت من خلال صيغة الأمر، ولكن هنا الأمر متضمن أو متضمن لمعنى الالتماس وليس الأمر الحقيقي، حيث جعلت من القطار الوسيلة الكفيلة بإرجاعها للوطن، لذلك لم تتوانى على مناداته في مجمل النص عد بنا يا قطار إلى آخره من الأسطر الشعرية. إذن ممكن أيضا أن نتحدث في البنية الأسلوبية عن الضمائر. الضمائر نلاحظ فيها تنويعا، حيث ابتدأت بضمير المتكلم عد بنا، وهي إذا أردنا أن نسلط الضوء على هذا الضمير، ضمير المتكلم، فسوف نجده يعبر عن الجماعة، لأن الشاعر الحديث أو الحداثي شيء الذي يميز بينه وبين التجربة الرومانسية في كون أن الذات هي امتداد للجماعة، امتداد للهم الإنساني، ولا يكتفي فقط في نقل تجربة فردية، رغم كونه يستعمل في بعض الأحيان ضمير المتكلم، إلا أن الهم أو أنه يشرك الآخر في الهم الجماعي. إذن الشيء الذي يؤكد أن تجربة الشعر الحديث تمزج الذاتي والجماعي للتعبير عن قضية تتجاوز الذات الشاعرة إلى ذوات أخرى تواجه نفس المسير في الغربة، فحين تقرأ النص وكأن هناك أناس آخرون يشاركون في نفس هذا الإحساس. ثم ضمير المخاطب الذي وظفته للإشارة إلى الأحبة الذين تركتهم في بلادها. إذن سوف نصل إلى آخر مرحلة وهي مرحلة التركيب، وكما تعلمون أن مرحلة التركيب نحن مطالبون بإعادة تجميع المعطيات وتركيبها والتدليل على أن هذا النص فعلا ينتمي لهذه المرحلة من خلال ماذا؟ من خلال شكله ومن خلال مضمونه، فنحن نتتبع مراحل التحليل لكي نصل لخلاصات. إذن ونبدأ تركيبنا بعبارة تدل على أننا نستنتج انطلاقا مما سبق، كأن نقول مثلا بناء على ما سبق يتضح أن القصيدة استطاعت أن تتمثل مقومات القصيدة الشعرية المعاصرة. لماذا يجب أن أبرهن على ذلك؟ حيث سعت إلى تبليغ مضامينها المتعلقة بتجربة الغربة بصيغ مبتكرة، فتناولت أولا نبدأ بالموضوع، تناولت موضوعا جديدا يدخل في باب الاغتراب الذي ظل موضوعا يسيطر على أغلب شعراء الحداثة. أما بالنسبة للجانب الشكلي فيبدو أن الشاعرة لم تتقيد ببنية القصيدة التقليدية القديمة وتخطت شكلها القائم على نظام الشطرين إلى السطر الشعري الذي يطول ويقصر تبعا للدفقة الشعورية، وبالتالي يمكنها من حرية أكبر في التعبير عن تجربتها، كما أنها خلصت البناء الإيقاعي من نمطية ورتابة الوزن الواحد والقافية والروي الموحدين، واستعاضت عنه بعناصر إيقاعية أخرى تستمد قوتها من التوازنات والتكرارات
التي التكرارات التي تحفل بها مقاطع القصيدة الثلاثة. أما الصور فقد تجاوزت فيها المكونات المألوفة، طبعا هي وظفتها وتجاوزتها بعد ذلك إلى توظيف الرمز الذي يضفي على القصيدة نوعا من التكتيف والإيحاء الدلاليين، كما أنها اشتغلت على الصورة المركبة التي تفهم انطلاقا من فهم القصيدة كصورة كلية، أي ليس من خلال قراءة سطر أو سطرين، شيء الذي يثبت أن وظيفة الصورة الشعرية لن تعد تقتصر فقط على الجانب الجمالي، وإنما تعدته إلى الجانب الإيحائي التعبيري، بالإضافة إلى توظيف لغة تتخطى القوالب المألوفة وتخلق علاقات جديدة قائمة على الانزياح التركيبي والدلالي. وبالتالي يمكن القول أن كل هذه الخصائص تؤكد انتماء قصيدة في جبال الشمال للشاعر رازق الملائكة إلى نموذج تكسير البنية والتأسيس لمرحلة جديدة من الكتابة الشعرية، شيء الذي ممكن أن أستعين برأي شخصي هنا مثلا، شيء الذي يجعل منها مرجعا مهما للقارئ للاستدلال على مظاهر التغيير والتجديد. بهذا نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم، إذن أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه المراجعة، وفي أمان الله.